السلام عليكم. اليوم نعرفكم بواحد من أكبر المركبات لإنتاج التغليفات الأرضية والحائطية لي ريفيتمون سول ولي ريفيتمون ميرو باستعمال مادة الجرانيت وكذلك بمختلف أنواع الرخام. إذن واللي هذه الوحدة التي تقع في عين تيموشنت واللي تصدر إلى عدة دول والتي حصلت على كل شهادات مطابقة تاع الإيزو لتمكينها من تصدير منتوجها نحو عدة دول في العالم أوروبية والولايات المتحدة الأمريكية وكذلك إلى الدول العربية. واللي تم أنت يعني إنشاء هذه الشركة في 2018 والآن راهي بصدد توسيع يعني القدرة الإنتاجية تاعها. نترككم تتابعون هذا الفيديو عن هذا المركب الضخم الذي يقع في ولاية عين تيموشنت والمختص في إنتاج يعني التغليفات الأرضية باستعمال المواد الرخام والجرانيت. إذن أترككم تتابعون. السلام عليكم. الشركة دخلت في عالم تأسست عام 2000 ودخلت في عالم الإنتاج عام 2008 وزادت مصنع ثاني عام 2018 هي مختصة في ريفيتمون دو كارو أو ريفيتمون دو سول لي ريفيتمون دي مارش كونتر مارش لي ريفيتمون دي بايس دو كويزين. الآن الشركة توظف تقريبا 120 عامل في كل تو كونفوندو. الان الشركه تستقطب سوق الخارجيه وكذلك اون 2019 باشرت في التصدير. كنا صدرنا الى تونس الى قطر الى الولايات المتحده بورتوريكو والان الان الشركه تاعنا راهي تحوس تزيد توسع صدير لي بي اكسبورتي وحنا في صدد العمل تاع نوغمونتيو لو بورسونتاج داكسبورتاسيون. حنا خاصه نساعد في اوروبا والمويان اوريون باسكو هذا المنتوج مطلوب خاصه في اوروبا في المويان اوريون. عندنا تقريبا حنا نصدروا تقريبا الى 10 إلى 15% حنا نصدروها لهاد البلدان. وحنا صادي لي زيستيماسيون تاعنا كانوا تقريبا نصدروا 70 إلى 80% الى للتصدير، لكن لحد الان مازال ما وصلناش للهدف تاعنا، لكن حنا نعملوا جاهدين باش نوصلوا الى هاد البورسونتاج خاصه في التصدير. كاباسيتي دو برودكسيون تطلب منا باش يكون صافي دير ماشي فائض وانما زائد خاصو يروح للتصدير. حنا الصالون هذا باتيماتيك متواجدين فيه دوبوي 2010 وحنا نشاركوا فيه كل سنه. والحاجه المليحه في هذا الصالون اننا كل عام نشوفوا ان هناك جوده تتطور والان كي نشوفوا في المعرض نشوفوا بان الجوده المعروضه ما عندهاش فرق ما بين الجوده المستورده.